من بيروت مع دكتور دومت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي والمرجع البيئي العالمي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور دومت. هل سنفقد الليل قريبا؟ ولا شك اليوم هذا الموضوع من أخطر المواضيع بالعالم، وكل من علماء البيئة يلي هم عندهم الفكرة التامة عن الخطر من جراء التلوث الضوئي. الوضع الخطير جدا اليوم، وصل لمرحلة ما منه معروف من عدد كتير كبير من علماء البيئة، أو بالأحرى من وزارات البيئة بالعالم أو وزارات الصحة. بدي ضوي على عدة أمور، على عدة أمور ما حدا بيعرفها. نعم. أول شيء الكون مبني على اسمين، على النهار وعلى الليل. قديما كانوا يعترف أنه ممنوع النوم بضوء القمر بيأثر على صحة الإنسان، وفعلا بيأثر كتير ضوء القمر على الإنسان. الخطر وين؟ الإنسان تحت تأثير الأشعة الضوء الموجود فيه، ما الجسم ما بعيد يفرز المادة اللي هي الميلاتونين، اللي بتحمي الإنسان من وبتخلي عنده حماية. وهالمادة هيدي في حال ما قدر الإنسان، لأنه هيك بالعتم عندما بيكون في ظلام، بس يكون في الظلام دامس، بتطلع هالمادة بتنتشر وبتعطي الحياة صحة وخطر وبتزيل الخطر عنه. لما تطلع هالمادة، بس هيدي المادة بتخف ميلاتونين، قلت حضرتك بتخف بالتعرض للضوء، بس يتعرض جسم الإنسان للضوء بتخف ما بعد تفرزها، مما يسبب سرطانات خطيرة للإنسان. سرطان الصدر أو الرحم أو سرطان دم عند الإنسان بشكل عام. بس الضوء حتى مش صناعي، حتى ضوء القمر، حتى ضوء القمر يؤثر بشكل أخف كتير من ضوء الصناعي. هي بس، ولكن الإنارة الموجودة بتطرب إنارة المدن، إنارة المدن وإنارة المصابيح الكهربائية خطيرة، وخاصة الفلوريسون ده بتأثر تأثير كتير على جسم الإنسان في حال كان موجود حدا. هذا التلوث الضوئي بالعالم خطير جدا. حتى المدن يلي المدن، وإذا كانت المدن مقابل لمطرح معين، هالمدن المضواية ممكن يروح إشعاع ل 100 كيلومتر من وجودها دون الشعور فيها الإنسان يلي بيكون بعيد عنها. الخطر الأكبر للطيور أيضا، هجرة الطيور كل الطيور بتمشي بالليل وبتطالب من خلال النجوم، والقلتور بتمشي على نجوم من مناطق لمناطق. إنارة المدن وإنارة الطرقات وإنارة الإنارة الاصطناعية خلت تتغير كل هالخريطة طبع هذا الطيور والكائنات الحية، وما تقطع وتوصل مطرح ما هي رايحة وتتدمر على الطرقات. وهيدا خطر كتير كبير أيضا على كل الكائنات الحية والكائنات المجهرية يلي هي معودة أنه تكون فيها عندها ظلام، بس ولكن ظلام تحول لضوء. حتى الطيور بقلب المدن بلشت بالليل تعيش حياة النهار، ما بقى عندها النوم. نعم. ما بقى عندها السكوت. بالنسبة للكائنات البحرية كمان، الكائنات البحرية مطرح ما بيكون في ضوء ما معين بالبحر، عم تجي كل أنواع الأسماك والكائنات البحرية وعم تبرم، بتعمل دائرة طول الوقت. نعم. بتبرم حول هالضوء تتكتشف وينه، وعندما بتبرم بفترة ما معينة بتدمر حياتها وبتموت من جراء الدوران وما بتقدر تتخلص من الموضوع. طيب، أنا أشكرك جزيلا، دائما هذه المشاركات القيمة معك من بيروت دكتور دومت. عذرا انتهى وقتنا. دكتور دومت كان من رئيس حزب البيئة العالمي.